كيلو صدور دجاج وملح وفلفل وعصير ليمون وقليل من الاعشاب العطريه. الحشو كوبايه زبده ومعلقه بابريكا، معلقه توم بودره، معلقه بصل بودره، ملح، قليل من الشطه، ماشي، وبعد كده فلفل ملح متكرر مره ثانيه، وكوبايه دقيق وكوب ونص ميه وزيت للقلي. هنقدم الكلام ده مع البطاطس المحمره. سجلوا واكتبوا وتعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. اهم حاجه في الموضوع دوت، انا عندي سرنج، ها سرنج اهي عندي، اهي اهي سرنج، ماشي، هتشتروها من الصيدليه سرنج وتستخدموها معاكم. هنعمل ايه؟ هنبص مع بعض كده. هنجيب بوله، بوله يا حبيبي تاني صغيره، بوله تاني يا عزيز، ايوه تقطير، هقطر في عينك، على في عينك، ماشي. ماشي، هناخد كده، ادي عندي الزبده اهي اللي ساحت، سيحتها كده، وهاخد عندي ادي شطه اختياري اهي، وعندي بصل بودره، ماشي، وتوم بودره اسف، وادي بابريكا. كل الكلام ده كده اقلبه مع ده كده اهو، شايفين كده عندي اهو، بقى عندي خليط كده قوامه زي ما انتم شايفينه كده. اسيبه يهدى شويه وابدا اخد عندي الدجاج اتبله. اتبل الدجاج، بس قبل ما اتبل الدجاج باخد عندي الدجاج كده وابدا اعمل فيه ايه، اجيب له سكينه زي دي كده اهو، وابدا اخد الدجاج كده. لو عندك صدور اصغر هيكون افضل اهو، عندي دجاج كده بالشكل ده. اخد انا عندي دي الفليه، خب ما دي فليه، في حاجه اسمها فليه، اه في فليه الفليه. يعني ايه الفليه الفليه؟ الحته اللي جوه دي اسمها فليه الدجاج، زي فليه اللحمه كده، مش عندنا العرق، العرق الفليه بتاع اللحمه، اه ده برضو اسمه العرق الفليه بتاع الفليه اهو، ده قطر حته في الدجاج اهو بنطلعه بنستخدمه في حاجات ثانيه. باجي بعد كده، بص يا جماعه هعمل ايه، ركزوا معايا كويس جدا. هقوم جاي هنا، بص اهو هعمل ازاي، هعمل كده ثقب صغير، ثقب صغير اهو كده، واجيب عندي اهو تاني ثقب اهو، ثقب اهو، واجيب عندي السرنجه دي وابدا اخد الكلام ده من غير الابره، ماشي، وابدا احقن عندي اهو، احقن عندي ايه الدجاج عندي كده اهو كده، ايوه كده، افتح شويه اه، بس انا عصت نفسي، مش اشكال، مش اشكال. طبعا ام ايه دلوقتي تقول لي ايه اللي انت عملته، طبعا هي بتتعبش في حاجه، لا بتغسل ولا بتعمل، انا عارف كده، ماشي. يا ام مالك، السلام عليكم. شيف محمد، ام مالك اهلا بيك، استكول، الله يكرمك يا رب. معلش يا شيف محمد، ده انا كنت عايز اسال حضرتك عن الباتيه اللي حضرتك عملته من اسبوع. انا خدت المقادير بس عايزه اعرف الطريقه، لان حضرتك عملته يعني حطيت الزبده بطريقه معينه كده، فمعلش عايزه حضرتك تقول لي الطريقه من الاول. عينيا حاضر، حاجه ثانيه؟ مش فيك ده، شكرا، جزاك الله خير. الله يخليك، عينيا حاضر، عينيا حاضر. بفتح تاني كده اهو، وبدخل ايدي جوه شويه اهو كده، وبجيب عندي السرنجه مكان ايدي كده، ببدا احط عندي ادي الزبده بالمكونات دي كده، تجويف يعني اهو بالشكل ده، ماشي. او يا شيف محمد لازم اعمل الكلام ده، في طريقه ثانيه، اه في طريقه ثانيه، ان انا بس انا مش عايز اعملها، ان انا بجيب عندي قطعه زبده ما سيحهاش، واخدها افتح تجويف صغير وادخل الكلام ده فيه، لكن كده بتبقى احسن، كده بتحس ان الدجاج عندي احمى نفسه، بتاع الدجاج كله اتحقن من جوه اهو كده، بدل ما ندي حقن لبني ادمين بنديها للدجاج. ايه رايكم؟ حاجه حلوه، ما كل واحد بقى تخصصه، الدكتور بيدي حقن للبني ادمين واحنا بندي حقن للدجاج، ماشي؟ اه ماشي، اخد ده كده برضو نفس الشيء اهي، احطها كده، اخد كمان واحده بالشكل ده اهو، اشيل الفليه الفليه اه ماشي اه، ادي الفليه وادي الفليه. الكلام ده لازم يخش عندي الفريزر على الاقل، يقعد له عندي بتاع 10 دقايق ربع ساعه اهو كده، وهنا كده الناحيه دي كده، وابدا ادخل صابع كده اهو بالسرنجه، اسحب اقلب واسحب كده اهو بالشكل ده. يا مريم السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا مريم، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه؟ اه اتفضلي يا مريم. انا عايزه طريقه عمل الجبنه الموزاريلا.
يا مريم عينيا، بس الجبنه الموزاريلا يا مريم لازم تشوفيها بنتي بعينيكي، مش هينفع ابدا انك انت تعمليها مجرد سمع. بناء على رغبتكم ان شاء الله اوعدكم ان شاء الله قريبا احنا ممكن نعملها تاني ان شاء الله جبنه موزاريلا، لانها فعلا في ناس كتيره جدا جدا طلبتها، وفي ناس كتيره جدا ما كانتش عارفه ان انا موجود على قناه الحياه، فان شاء الله نعملها تاني. عينيا يا مريم، حاضر، من عينيا الاثنين نعملها تاني اهو كده تاني اهو، وناخد الكلام ده كده نحطه هنا كده اهو، اخر واحده نفتح كده عندي، اخد تاني اسحب كده. انا بعرف ادي حقن على فكره يعني. طبعا امال ايه، فكريني اهو كده، الناحيه التانيه كده اهو، اعدي دي كده واسحب كمان كده، اخد الكلام ده واقول له كريم خد يا كريم، هتدمن صدق. شفت بقى، اقول لكريم حط ده في الفريزر عندك كريم ثواني كده لغايه لما اشوف هنعمل ايه. يوم انا كده اخدت عندي مجموعه التوابل، انا زعلان جدا على اللي حصل ده، مش اشكال، خير ان شاء الله. خدنا مجموعه التوابل اللي عندنا وبدانا ان احنا نخلطها مع السمنه، خلينا لسه هنشتغل مع السمنه اللي عندنا سيحتها، وبعدين اديتها جوه ايه، جوه الحشو. ممكن اديها كمان شويه ملح لو حبيت، لكن انا حابب ان ايه الملح يبقى بره مع الدجاج والكلام ده. هاخد بعد كده الدجاج دوت بعد ما اخش عند الفريزر، تبدا الزبده عندي تجمد شويه، هبدا بعد كده اتبله واديله الزعتر والليمون وشوف هنعمله ازاي. كده شوربه البصل عندي نرجع لها تاني، شوربه البصل الفرنسيه بدات يكون ليها قوام اهي عندي اهي. بنبدا ناخدها عندنا كده في بوله زي دي اهو، وابدا اغرفها كده كده، يكون قوامها كده، قوامها كده. مين معانا؟ استاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام استاذ محمد، اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك، اهلا، اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل يا محمد بيه، اتفضل. كنت عايز اعرف طريقه عمل شوربه السمك والجمبري. عينيا، حاضر. حاجه تانية؟ شكرا، اشكرك جدا حبيبي، اتفضل، هقول لك عليها ان شاء الله. وبعدين نجيب عندنا ادي العيش الباجيت، ابدا اقطعه كده كده، او ان انا اقطعه كده زي ما انا عايز، ده وده كده اهو، شريحه كده احطها في النص اهو بالشكل ده، واجيب عندي الجبنه البارميزان او الجبنه الرومي المبشوره، وابدا اخد ده كده اهو وارش على عيش كده بالشكل ده، وشويه كمان على الجبنه، شويه كمان على، اسف، على الشوربه كده، وندخل ده عندنا الفرن. ياخد ايه؟ ياخد ايه؟ اسمه ايه؟ مش اغرتان. اغرتان دي مش موجوده في القاموس خالص. ياخد ايه؟ جرتان، مش اغرتان، اصل في ناس شفات تقول اغرتان. ماشي؟ اسمه ايوه كده. ماشي؟ وبعدين بعد كده صلحوها وطلعوا هم قواميس، ماشي؟ هندخل كده، ياخد وش معايا. خلي بال حضراتكم ما بخش ثواني، مشغل الشوايه من فوق، مشغل الشوايه، مجرد عندي بس ياخد وش ابدا اطلعه واغرفه. يا ام يوسف سلام عليكم. يا ام يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ام يوسف، اهلا بيك. يا حضرتك. اهلا بيك يا ست الكل. تسلم ايدك على الاكل اللي بتعمله. الله يخليك يا ام يوسف، ربنا يخليك. بعد اذنك بس عايزه اعرف طريقه عمل اللحمه البارده. عليا، حاضر. اللحمه البارده عليا. والباتيه. اللحمه البارده والباتيه. وليا طلب مع حضرتك معلش. اتفضلي يا فندم. الاسبوع اللي فات طلبت من حضرتك طريقه عمل المايونيز وكانت الحلقه خلصت. صدقني انا غلطان قوي. حاضر. يبقى المايونيز والباتيه طلب مرتين، والعرق اللحمه البارده، وطلب منه شوربه السمك وشوربه الجمبري. ماشي، ادينا يا كريم بقى عندك. بص بقى يا ام حسام، هنجيب الدقيق ده كده. ام حسام سلام عليكم. سلام ورحمه الله. اهلا يا ام حسام، ازيك؟ تسلم ايدك يا شيف محمد على كل الاكلات الجميله اللي بتقدمها لنا. الله يخليك. احنا الحقيقه مواظبين جدا على الحلقات بتاعتك يوميا، يعني الله يخليك منك يعني. ربنا يخليك ستكول، ربنا يخليك يا رب، اشكرك. كنت عايزه دي المافن الجبنه بتاع امبارح ينزل لي تاني. مافن الجبنه لو عندك يا حسني يا ريت ينزل تاني، اشكركم شاكر جدا. ماشي، شكرا. عندي الدقيق، وباخد عندي معلقتين من الحشو الجميل اللي عندي ده، اللي هو فيه كل حاجه، في الشطه وفي البابريكا وفي عندي الثوم
البصل والثوم، وعندي كل الكلام ده، وعندي كمان شويه ملح فيه، الملح يا كريم جنبي اهو، ده ملح ماشي، وملح اهو على دي ماشي، واحط كمان عندي شويه فلفل. ام ياسين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام ياسين اهلا بيك يا ست الكل. من فضلك يا شيخ محمد، انا يعني انا عارفه ان حضرتك عملت الموتزاريلا 100 مره بس يعني، لا مش 100، 3 مرات 4 مرات 5 مرات بس. معلش اصل انا شفتها من ايام ما حضرتك كنت في النايل فاميلي. فارجوك تعملها لنا الله يخليك. عينيا ست الكل، حاجه ثانيه؟ تسلم عينيك. عينيا حاضر، اشكرك جدا. ننزل بالميه في حدود كوبايه ونص ميه كده، ونقلب ماشي كده اهو زي ما انتم شايفين كده ماشي. شفت اللون بقى عامل ازاي؟ بقى لون كده بنفس المكونات اللي عندي من جوه اهو زي ما انتم شايفين كده. اوريها لكم، ادي هيبقى القوام عامل ازاي كده، ادي القوام كده بالظبط. كانك بالظبط عارفه الطنبوره، الطنبوره عارفينها ولا مش عارفينها؟ ايوه، بس الطنبوره بتاخد بيض، هنا مفيش بيض خالص عندي، عجينه من غير بيض خالص، فيها ملح وفيها نفس المكونات. بعملها كده اخفيها كمان شويه، وبعد كده بطلع فاصل صغير عشان ارجع اخد عندي الدجاج بتاع الجميل ده اللي انا حقنته من جوه زبده. نبدا بعد كده نشوف هنعمل فيه ايه. نيجي هنا، ادي بص يا جماعه الزبده مسكت معايا، مسكت اهي خالص في الفريزر، مسكت اهي بتاع ربع ساعه تبقى زي الفل. بعد كده مفيش ما يمنع ابدا اجيب عندي ادي الليمون بتاعي اهو، انا بقى اتبل بقى زي ما انا عايز بقى كده، وادي له شويه زعتر كمان اهو عندي كده زي ما انتم شايفين كده، اتبل بقى تتبيله الفراخ الطعم والشكل اللي انا عايزه. ومفيش مانع ابدا اجيب عندي من التتبيله الجميله ديت اللي انا حقنت بيها، اخد شويه كده اهو، يا سلام كده اهو. عايزكم النهارده تجربوا طعم وشكل جديد للدجاج ماشي، هو هيختلف شويه شوف محمد على اللي باكلوه في السعوديه، هيختلف شويه بس غالبا هتلاقي الطعم يعني قريب جدا منه، وممكن يكون شويه افضل كمان. تجربوا كده. انت بتشكر في اكلك كتير؟ لا والله ما بشكر في اكل كتير، انا لما بقول الكلام ده، لما بقول الكلام ده بجد. عارفين عارفين الواحد حته التفاؤل والتشاؤم لما حد كده بيقول الله الحاجه جميله، الحاجه جميله، فالناس ممكن تقبل عليها. بس والله انا ما بشكرش في اكلها، هو الغرض ربنا اعلم بنيتي بيبقى الغرض كده، ان انا عايزكم فعلا يعني مش تشكيل في اكل، لا انا عايزكم فعلا تحبوا الحاجه اللي تعملوها، ولما تحبوها ان شاء الله هتكون طعمها كويس. بس انا عشان كده بحب شغلي، وبحب ان انا اعمله باتقان وبضمير، وعشان كده يعني بحب اوصل اللي جوايا ليكم بس مش اكتر من كده. لان في ناس قالت لي يا شيف محمد انت كويس او كل حاجه، بس انت بتشكر في اكلك، انا ما بشكرش في اكلي خالص، انا عايزكم بس تجربوا، ولو في حاجه مش عجبتكم يا ريت تقولوا لي والله ناقصه كذا نعمل كذا، وانا بتقبل عادي جدا جدا اي حد يتكلم في اي حاجه اهو كده. نقلب تاني كده اهو، يبقى احنا كده اديناها كل حاجه، حلو كده حلو كده ماشي اهو. وبعدين اجيب شويه دقيق، شويه دقيق يا كريم من فضلك، واعمل لها ايه بقى؟ دقيق او نشا، لو دقيق او نشا، حاجه اسمها كوتينج. الكوتينج يا جماعه، الكوتينج يعني انا بعفر بنشا، يفضل بنشا، يفضل لو نشا يبقى افضل. يا سلام يا كريم، كريم النهارده بصراحه ملك المطبخ النهارده، مش انا حقيقي يعني، تمام يعني بسم الله ما شاء الله، اللي يمسك الخشب عشان لما بقول كده تاني يوم ممكن يعمل اي دروب، فنمسك الخشب معاه النهارده ماشي حلو كده تمام يا كريم، الله يفتح عليك حبيبي. الكوتينج يفضل في الحاجات زي كده، يفضل في الحاجات زي كده، والناجتس يفضل الكوتينج بتاعه يكون نشا الى دقيق، الاثنين مع بعض بنسبه 1:1 خلاص. يبقى يفضل الكوتينج يفضل ان يكون نشا الى دقيق بنسبه 1:1. هدي له شويه ملح صغيرين. انا بعلمكم حاجات مش عايز اقول نادرا لما هتلاقوها في اماكن كتير، نادرا لما هتلاقوها في اماكن كتير. ليه يا شيخ محمد؟ عند اصدقائي قاري واخد بعض الشغل عندي في يعني في الكليه، بحب الشغلانه، بهتم بيها، بهتم بكل ما هو جديد ماشي، عشان كده ما بخترعش حاجات، ممكن اجيب حاجات بس من اصولها ماشي اهو. احط هنا شويه اهو، ادي نشا مع دقيق، قلنا الكوتنج عباره عن نشا مع دقيق كده، واقلب الناحيه الثانيه. يعمل بقى يعمل عمليه ماده عازله، بحيث لما تحط فيها
تحط في قلب الخلطة بعد كده تطلع معاك ولا أحلى من كده يا عم حسن. ده شغل بقى عالي بقى شغل. واخد بالك حتى المصانع اللي بتقدم اللي بتعمل الناكتس والكلام من ده بتعمل ايه؟ بتعمل برضو الكوتينج ده بتعمله كويس جدا وبتقدمه بالشكل ده. ام هبه السلام عليكم. عليك ازاي حضرتك يا شيخ محمد؟ وعليكم السلام است كل. اهلا بيكي. تسلم ايدك على كل اللي بتقدمه. الله يخليك است كل. ربنا يخليك. والله انا بعزك من قناه الاسره والطفل وبعد كده قناه الناس. والله ربنا يخليك است كل. ربنا يخليك است كل. ربنا يخليك لي يا رب. بعد اذن استكول. حضرتك انا ما شفتش الحلقه امبارح بتاع الفينو والزيتون ده. عينيا است كل. حاجه ثانيه؟ تسلم عينيك يا باشا. عينيا است كل. حاجه ثانيه؟ شكرا. ننزل بقى كده اهو عملنا الكودك بتاعنا. ننزل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نهز هزه عشان ما نزقش تحت بس كده. اتفرجوا بقى ان شاء الله. بلاش نقول على احلى ان شاء الله على طعمه كويس. ان شاء الله على طعمه كويس جدا للدجاج. حتى الطبقه الخارجيه دي هتحبوا تاكلوها اهو. بشكر الحاج محمد الديب. امبارح لقيته مديني او اول امبارح مديني لقب شيف. بقول له انا عايز اقول لك شيف الفقراء لكن هسميك شيف الشعب. فده لقب انا بعتز بيه واشكركم جدا جدا ان انا اخد لقب شيف الشعب. ده حاجه شرف ليا والله. وبشكرك يا حاج محمد اديب. ماشي اهو نقلب كده ونشوف. ماشي طيب اللحمه البارده استاذه ندى دسوقي شرفتنا اهي بصوتها الجميل. اللحمه البارده. اللحمه البارده سواء حضرتك جبتيها مربوطة أو مش مربوطة مش هتفرق معايا. بس لو مربوطة يبقى أنا حفظت على شكل عندي العرق زي ما هو. لو مش مربوطة ماشي هضطر أعمل عليها شرطة شرطتين. ليه؟ عشان ما يلفش معايا. طاسة عندي على النار فيها زيت بقلب عندي العرق بتاعي لغاية لما يلون معايا. أديله جزر كرفس كرات بصل ثوم أنزلهم تحتها أسقسق بمية أغطي أقلب بعد نص ساعة. بعد ساعة ساعة وربع أطلعه مستوي زي الفل أو أدخله الفرن متغطي. خلاص كده اهو زي ما انتم شايفين كده اهو عندي اهو. بس ما تمسكوش في بعض ارجوكم. انا ما بحبش حد يمسك في التاني. اسئله عندي ايه تاني؟ ممكن اسئله يا كريم من فضلك؟ اسئله يا كريم. الباتيه جبنا نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق ادينا له بالظبط 2 معلقه سكر معلقه خميره رشه ملح نص كوبايه زبده صفراء 100 جرام بس مش هنحطها دلوقتي و2 معلقه لبن بودره 225 مل ميه ماشي. وبعد كده عندي 2 معلقه سمسم وعندي 100 جرام جبنه بيضه ورشينا جبنه رومي فوق الوش لو حبينا. عجلنا عجلتنا كويس قوي من غير الزبده. عجلنا عجلتنا كويس قوي من غير الزبده. دي ورقه كابوتشا. عجلنا عجلتنا كويس قوي من غير ايه؟ من غير الزبده. وبعد كده حطينا قطع الزبده قطعناها مكعبات صغيره حطيناها عندنا عليها. لما عجلتنا حطينا كل الكلام ده عندنا فين؟ في التلاجة. وفردناها اربع فردات. بعد كده فردنا عجلتنا وحطينا فيها الجبنه البيضة اهي. ادي الفراخ اهي بالشكل كده وكمان واحده اهي اهي بس كبيره قوي الاحجام كبيره قوي ماشي كده اهو. ممكن نجرنش باي حاجه. فردناها اربع